السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكون احوالكم كلها بخير ان شاء الله. اليوم خالتي غادا تقدم لكم واحد الطبق ديال البلبوله، ولكن ماشي كيف ما معتادين، طبق بطريقه اخرى، ماشي دائما كيف ما كنديروا غير بالبلبوله بالخضره. البلبوله هذا طبق شويه مغاير، كانوا كيديروه والدينا شحال هادي، وداك الشيء زوين مفيد صحي، خصوصا الناس اللي مثلا عندهم سكري، ولا الناس اللي عندهم ضغط الدم، ولا الناس اللي عندهم الكوليسترول، وداك الشيء مزيانه ليهم البلبوله، ومزيان ليهم حتى هاد المكونات اللي ان شاء الله خالتي غادا تقدمهم ليكم، وغادا تعرفكم اشنو غادا دير في هاد البلبوله. وانا دابا راه شديت لكم على هاد الخويبيه. احنا يا واخا مغربين وفي اوروبا وداكشي، ولكن ما خاطيناش هداكشي ديال البلاد. هاد الخويبيه راه مبردينها، ما نقولش لكم فحال اللي جابدين الماء من البير، غزاله. شكون فيكم حتى نتوما يا هنايا في برا ودايره الخويبيه ديال الماء؟ ودابا خالتي غادا تقدم لكم هادشي اللي هاد المقادير ديال الكسكسو اللي غادير لكم بالبلبوله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه؟ جمعه مباركه ان شاء الله على علينا وعلى المسلمين اجمعين. غادي نقدم لكم اليوم هاد البلبوله صحيه وقديمه ان شاء الله. هاد الغوسات زوينه صحيه بزاف الناس. غادي نطيبها في هاد البرمه ديال الطين اللي عندي ديما كنستعملها، غزاله وعزيز عليا هادشي ديال التقليدي. غادا نوريكم المقادير اللي غادا ندير. غادا ندير فيها البصله، وغادا ندير مطيشه، والفول كارم، وعندي الفول خضر، عندي الحمص، عندي العدس، وعندي الكديد. وفي الخضار غادي يكون القزبر والكرافس والبره والملح. وفي القامه اللي غندير فيها لي زيبيس غادي يكون الملح والخرقوم، هادشي اللي كنستعمل في هاد البلبوله، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا. غادي نبداو يلا. دابا خالتي دارت البصله مقطعه طويله شويه، غادي تزيد عليها مطيشه، غادي ندير الزيت، زيت العود بطبيعه الحال، وغادي ندير الملح ما نكثرش حيت عندي القديد، وغادي ندير الخرقوم، الخرقوم البلدي هو اللي صحي بزاف اللي كنستعمله، ما كنستعملش بزاف لي زيبيس في الماكله اللي كنطيب، وداك الشيء ديما كنديرها صحيه بحال هكا، ما فيهاش بزاف لي قامه. هي خالتي الماكله ديما كطيب الطياب اللي كطيب، وداك الشيء ما كديرش العطريه بزاف، وكيتجي الماكله ما نقولش لكم منينه، لان العطريه ماشي هي اللي. دابا غندي البريمه تاعتي نحطها تسخن تقلى. ايوا البليبيله اللي درنا، بسم الله. احسن من شالتي ثوب من بين احسن. البليبيله صحيه، نتمنىكم تجربوها البنات. قولي لي على هاد الماكله خالتي ديال الطين كيفاش كتجي؟ لا لا، الدريات كيعرفوا كلشي، راه عارفين الطين شنو هي الفوائد ديالو وكيفاش كيجي لذيذ. زعما الماكله ديال الطين كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله غنشاركوا معكم بزاف ديال الوصفات اللي بحال هكا مطيبينهم في هاد الاواني ديال الطين، راه جايبين معنا كلشي من البلاد. كنتشهاو داكشي وكنديروه، والله الا كنهضروا معاهم في البلاد نيت هما كيقول لك حنا ما كنطيبوش في الطين. طين صحي، طين صحي. فوالا البنات، هاد الاكله نتمنى غادا تعجبكم. هادي هي القصيريه ديالنا ديال اليوم، راه ما نقولش لكم الريحه باش ما نشاهد حتى واحد.
ولكن راه طالعه الريحه ما نقولش لكم شحال شحال زوينه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم الدريات، وجربوها جربوها راه زوينه، ما فيها لا قوه العطريه لا قوه، سهله وفي نفس الوقت صحيه ولذيذه. ونتمنى تعجبكم، وبسلامه عليكم حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.